السلام عليكم إخوتي إخواني متابعي قناة الصحة الغذائية. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوع فصيلة الدم A، ولذلك فقد تناولنا فصيلة الدم O في الفيديو السابق. سنتناول هذا الموضوع من ناحية التغذية والأمراض التي يمكن أن تصيبه أي فصيلة الدم A، وكما نعلم فكلنا تعود وتكيف على نظام غذائي معين لمدة طويلة، وأكد أنه يحتوي على مواد لا تصلح بل تضر هذا الفصيل، ولكن تعود عليها وتكيف عليها ونسبيا فهو متضرر منها، وربما سيكون في صحة أفضل لو تخلص أو قلل منها تدريجيا حتى يكون نظام غذائي منسجما مع نوعية وطبيعة فصيلة الدم. إذا فمع السؤال الأول، ما هي مميزات وخصائص فصيل الدم؟ هذا الفصيل فهو يتكيف بشكل جيد مع التغيرات والتقلبات المناخية والبيئية والغذائية المفاجئة عكس فصيل الدم. وكذلك مكامن الضعف لدى هذا الفصيل فهي تتمثل في جهاز هضمي ضعيف وغدة درقية قوية، ولديه ميل إلى تجميع المواد المخاطية في القنوات الهضمية، ولديه جهاز مناعي ضعيف. والأمراض التي يتعرض لها هذا الفصيل هي أمراض تتعلق بالشرايين القلبية مثلا كالكوليسترول، والأمراض السرطانية وفقر الدم واضطراب وظائف الكبد والمرض والتهاب المفاصل والروماتيزم، وكذلك السكري من النوع الاول اي المعتمد على الانسولين. اما السؤال الثاني فهي ما هي المواد الغذائيه المناسبه لفصيل الدم A؟ فهي عكس تماما للمواد الغذائيه المناسبه لفصيل الدم O. فهذا الفصيل تناسب بالدرجه الاولى اي فصيل الدم A، فهي تناسب بالدرجه الاولى الاغذيه الغنيه بالسكريات والفقيره بالدهون مثل مثلا الخضروات والاسماك والحبوب والقليات اي القطاني حمص الى غير ذلك والفواكه. واما التمارين الرياضيه المناسبه لهذا الفصيل فهي الرياضات الخفيفه كالاسترخاء والمشي والسباحه واليوغا والتامل. اولا نبدا باللحوم، اللحوم الحمراء المناسبه لهذا الفصيل، فنجد انه يمكن استهلاك الدجاج والديكرومي والنعام كذلك، وممنوع عليه لحم البقر اي لحم العجل مثلا، كذلك لحم الخروف والارانب والكبد والقلب للبقر او للغنم. اما الاسماك فهي من اللحوم البيضاء، ويمكن استهلاك السلمون والسردين والطور، ممنوع عليه الانشوبه والقمر. اما بالنسبه لمنتجات الالبان والبيض فيمكن تناول حليب الماعز وجبنات الماعز وكذلك بيض الدجاج، وممنوع عليه الزبده وحليب البقر. واما الزيوت التي لا تضر فهي زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، وكذلك زيت الصويا وزيت زهرة الشمس، وكذلك زيت اللوز، ومنع عليه زيت الذرة يعني بشنا، وكذلك زيت جوز الهند وزيت الخروع. أما المكسرات الصديقة لهذا الفصيل أي فصيل الدم A فهي البذور القريات، كذلك الجوز كاكاو أي الفول السوداني أو الفستق السوداني، واللوز والكستانة وبذور زهرة الشمس يعني زهرة سوداء، كذلك السمسم اي زجلان، ولكن ممنوع عليه الكاجو. اما الحبوب التي يصنع منها الخبز والحلويات وتكون مناسبه لفصيل الدم A فهي من الشعير وكذلك من الشوفان اي الخلطه والذره كذلك، ولكن ممنوع عليه القمح ونخالته. اما القطاني او القليات المناسبه له فهي الفول العدس والفول الاخضر بيكون اخضر والبازيلا اي الجبال اليابسه، ولكن ممنوع عليه الفاصوليا واللوبيا الحمراء او الفاصوليا كذلك واللوبيا البيضاء. واما الخضروات فيمكن تناول الخرشوف، البروكلي، الشمندر، الفجل، الجزر، الخيزو، الخس، الفطر الفطريات، البانيا اللي هي الدخيه، البصل الاخضر، القرعيات الصفراء، السبانخ، البقدونس، الخيار، زيت الزيتون، ولكن ممنوع عليه الملفوف او المكور، كذلك الطماطم والبطاطس والباذنجان وزيت الزيتون والفلفل الاخضر. واما الفواكه المناسبه لهذا الفصيل فهي المشمش اي المشماش والبابلوموس اي البرتقال الهندي، كذلك الليمون، الكراز اي حب البلوك، التوت، الاناناس، الخوخ، التين اي الكرموس العادي اي التين الطري الطازج او الجاف، وكذلك التفاح والشمام والاجاص اي بروين، كذلك الرمان، البلح، التمر، العنب، الزبيب، الكيوي، البطيخ، ولكن ممنوع عليه الموز، وممنوع عليه كذلك البرتقال والبابايا وجوز الهند والمانجا. اما التوابل فتناسب الثوم والزنجبيل والريحان واليانسون والكرويه والقرفه والقرنفل والكزبره
وجوز الطيب اي جوزة، الكمون كذلك، النعناع، الزعفران، الزعتر، ومن عليه الابزار. ويمكن ايضا تناول الببنج وكذلك القهوة والشاي الاخضر والعسل والميرامية اي السلبية والعكسوس، ومن عليه الخل. سبارتايل اي السكر الموجود في الموز المصنعة، مثلا مشروبات الغازية والبسكويتات ذلك، الكاتشوب والمايونيز والمخللة. اذا هذا باختصار المواد التي يجب ان يحذر منها حامل فصيلة الدم. ولكن مع ذلك فانه الانسان في هذا العصر فقد تعود على جميع المواد، ولكن هناك بعض الاشخاص تكون عندهم حساسية قوية لبعض المواد التي لا تتناسب مع فصيلة الدم، حيث تسبب ما يسمى بالتلازم على مستوى الدم. لذلك اذا شعر انسان فصيلة معينة بحساسية معينة فعليه تجنبها او التقليل منها. حتى لا اطيل عليكم، اشكركم على المتابعة ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.